صباح الخير يا حاج. فرحة انت جيتي برضو؟ وانا اقدر اسيب مهرة؟ فرحة، انا دلوقتي هكلم فرحة اللي انا عخاف عليه. من ايه؟ من كل حاجة يا بنتي. بنتك؟ فرحة انت عارفة بلدنا صغيرة والبيوت جنب بعض والكلام مع الولاية صعب. وانا عملت ايه غلط؟ الناس ما وراهمش حاجة وهيتمنوا الغلط لبعض. وانا نيتي سليمة. عارف، امال انا خايف عليك ليه؟ ليه؟ عشان انت تهميني. واللي يهمه حد يبعده. ايوه يبعد. زمان انا جربت، انت بعدتي. ايوه. ليه؟ عشان انت غالي قوي علي. اديكي قلتيها، هي. شوفي، انا اللي خاف عليه يبقى تحت جناحي يا يبعد، يعني عشان ما حدش يأذيه. خلاص يا حاج، مش عاوزني اجي تاني. يا قلبي اقفل ببانك، اوعى تدخل خياله. يا قلبي اقفل ببانك، واوعى تدخل خياله. يا قلبي غادر مكانك، وسيب بقيتك في حاله. وسيب بقيتك في حاله. هو ابو ذكري؟ بس انا يا ابوي ما رضيتش ابقى معاه. جدع، وعاوز ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، انا قلت اقول لك. ليه ما رحتش معاه بدل ما انت قاعد من غير شغل؟ واشارك حد ما هتحبهوش ليه؟ جدع يا جوده. يعني راضي عني يا ابوي؟ عمري ما هرضى عنك. ليه بس؟ انت عارف وانا عارف اللي يريحك، بس انت ظالمني يا ابوي. اذا كان على الفلوس والمصاريف هشيع للعيال وامهم بس. مش حكايه فلوس، شيع للعيال وعيال اخوك يتغدوا معايا انا ومهران وعيال كامل، وسيب لنا حكايه خير. ماشي يا خيري، نبدأ اللعب. أيوة مين؟ أهلا يا حد. أهلا أهلا. أنا أقدر أشيع لك 40 نقلة كل يوم. لا، من محضر الحج ابو ذكري، مش من عند الحج محمد. هو كلنا شركاء مع بعضيني، كلنا واحد. معدات، انا اهجر من عندك المعدات ونخصمهم من نقلات. النسبه اللي تقول عليها كم؟ ماشي يا حاج، ماشي. نسيبك تغلبنا المره الاولانيه. ماشي يا حاج، ألف سلام، ألف سلام. بصوا يا ولد، دلوقت في عملية كبيرة هيبعت لكم فيها خيري ولدي. وإحنا نقدر نتأخر عنك ولا عنه؟ أنتم بالخير والبركة. بس أنا وهو عاملين لعبة كده قدام الناس كأننا ضد بعض. بس الحقيقة أنكم مع بعض. تمام، ده عشان خاطر عيون الناس. حويت يا عم الحاج حويت، وربنا يزيدك مخ على مخك. لو خيري بعت لكم روحوا له وخليكم معاه. حاضر يا عم الحاج. وبأي فلوس يديها لكم ماشي. ولو من غير فلوس يا حاج؟ لا، هيديكم، وانا هديكم فوق اللي هيديه لكم. الله يبارك لك يا حاج. تنزلوا الحجر، ساعة التحميل تقولوا لا،
ليه يا حاج؟ ما هي دي اللعبة. انتوا تجهزوا وتوضبوا الحجر وما تحملوهوش. ماشي يا حاج. وانا هبقى احمله بعد كده. حاضر يا حاج. اصله مش من محجرنا. امال المحجر مين؟ محجر الحاج ابو ذكري، بس هو شريكنا. انا قلت الحجر من عنده والنقل عندي. ماشي يا حاج. وان سألكم خيري عني؟ لا شفناك ولا قلت لنا. جدعان يا ولد. يلا. ايه؟ 40 نقلة في اليوم؟ ازاي؟ وحنجيبه معدات من فين لكل ده؟ أنا تصرفت. ده شغل كبير يا معلم خير. أمال أنت مشارك حد صغير ولا؟ بس العمال اللي عندي قليلين. أشياء أجيب عمال من عند أبوي. هو ده الشغل الكبير يا عم خيري. جنينة ازيك؟ وبعدين معاك يا ولد الحاج، ماشي وراي ليه؟ غرضي شريف يا جنينة. وايه غرضك ان شاء الله؟ اصل انا احب الجناين قوي، واي جنينة احب اتفرج على ورقها وفواكهها. بقول لك ايه، الحديد البارد ما احبهوش. ومين قال بس ان الحديد ده بارد؟ ده حديد سخن، وسخن مولع كمان. انت فاكرني مين؟ ده انا بنت الحاج ابو ذكري على سن ورمح. عارف انك بنت عمي. متعلمة يا جنينة؟ لسانس أداب. طب ما تيجي نروح سوهاج نسحب الشهادة بتاعتك. سحابتها. نطلعه بدل فاقد. سيبنا روح. طب ممكن رقم المحمول بتاعك؟ ما أكلمش غرب. خلاص خدي رقم المحمول بتاعك. ما أسجلش نمرة ولاد. روح. يعني أكلم عم أبو ذكري وأقول له اديني جنينة؟ لو تقدر اعملها. ماشي يا بنت ابو ذكري. بس ده كتير قوي يا حاج. اصل انا داخل شغلانه كبيره قوي ومحتاج كل العربيات النقل اللي في السوق. اللي عندي مش هيكفي. ربنا يزيدك. الحكومه داخله موضوع كبير، بس ليه طلب. أؤمر. اللي يطلب منكم عربيات او لوادر ما تقولوش له، يعني عشان ما حدش يقول الحاج محمد خد العربيات كلها. تقولوا له حاضر وتمطلوه يومين بس. يومين كتير. تصدق بالله العظيم؟ أصدق. حتى عيالي إيدي ورجلي ما يعرفوش. يا سلام. والأكتر لو ولدي خيري أو جودة طلبوا برضو قولوا لهم حاضر ومطلوب. الموضوع كبير قوي. وإحنا يا حاج هينوبنا من الحب جانب ضعف الأجرة. مش حكاية فلوس. عارف يا حاج، ده انت الفلوس آخر حاجة عتفكر فيها قبل العيال على طول. ايه المال يا هارون؟ عتعصى أوامري؟ مفيش أوامر خلاص. أكتر من ولدك راضي اللي سلمه قدام عينك. أنا سلمت ولدي اللي ما عنديش أعز منه. وإحنا مش هنستنوا لما تسلمونا واحد واحد. ولد أنا سلمته، لكن أنت هقتلك. إيه يا أخي؟ دي آخرتها. راجل جابنا هنا وإحنا كلنا علينا أحكام واشتغلنا وكسبنا، عايزنا نرجع الحرم تاني ليه؟ انت قلت علينا احكام، يعني مش شغله جديده علينا الحرام. يعني بعد ما تبقى تاجر محترم تنقل صندوق سلاح من هنا لهنا، ايه؟ عايز ترجع تبقى صايع تاني؟ عايز يبقى صباعي مش تحت ضرس حد. هقتلك يا هارون. ما خلاص، ما بقتش لا تقتل ولا تجرح يا عم هيضر. كيف يعني؟ يعني نيابك خلع حالك الحاج محمد. أنا تبت عن القتل ربنا مش الحاج محمد. خلاص تبت وعايز تحج، سيبنا شوف مصلحتنا. بقول لك ايه يا هارون، على بيمين لو عملت حاجة من ورا ظهري بهرحمك.
كان زمان يا حج هضبي. وريني تقدر تعمل ايه؟ اي اوامر تاني يا حج خيري؟ عملته كام؟ عندك 120 نقله جاهزين على الارض. تمام يا ريس تمام، يلا حملوهم. لا كده كفايه، الرجاله تعبوا. نعم، انتوا هتعملوا نص الشغل وتمشوا ولا ايه؟ على كت جهدنا. مين اللي هيحمل عاد؟ يحمل اللي يحمل، احنا اتفقنا عملناه. اتفاق ايه؟ وانا شايفكم تكسروا بس ولا ايه؟ والله يا حج خيري ما حد فيهم راضي يحمل. راي صحبه حمل وخلي يومك يعدي على خير. هم قدامك اهم، قول لهم. وانت شغلتك ايه؟ مش انت رئيس العمال؟ ايوه انا الرئيس، بس مش راضيين. هضربهم؟ اضربهم انا يا وهبه. ليه كده؟ احنا جايين نشتغل ولا جايين نتهان؟ وهبه ما تطلعش العفريت اللي جواي. ليه يا ابوي؟ هتتضربن علينا ليه؟ خبر ايه يا حجي وهبه؟ مالك؟ حد مسلطك علينا ولا ايه؟ عيب يا حج ابو ذكري، احنا اشتغلنا مع الحج محمد عمره ما قالنا كلمه عفشة. حملوا يا وهبه وهدي العمال اجره زياده. ولو اديتهم 100 اجره كده خلاص امشوا امشوا واشوف غيركم. شوف براحتك، ومحدش هياخد تعريفي. مش عاوزين. هتجيب منين عربيات تحمل كل ده؟ قلت لك ما تقلقش،